يكلم ربنا برنامج إنساني بيغوص في أسرار العلاقة مع الله وخصوصيتها، لا بيشتبك مع دين ولا طائفة، يبحث فقط عن علاقة كل واحد فينا مع ربنا. أحمد الخطيب. ضيف حلقة تكلم ربنا هو الكاتب الصحفي الأستاذ محمود سعد. الأستاذ محمود سعد عنده علاقة مع ربنا الناس كلها شايفاها وعرفاها من خلال إطلالاته الكثيرة الإعلامية. روح المحبة عنده حضرة. لما بسأله بقول له علاقتك بربنا عاملة إزاي، قال لي علاقتي بربنا أكبر من أنا أوصفها في جملة. علاقتي بربنا أنا أقل من أنا أقولها في جملة أو جملتين. ربنا بالنسبة لي هو كل شيء، وأنا لست ندا له، بل بالعكس أنا بعبد الله حبا وطمعا وخوفا وكل شيء. بسأله عن الضوائق في حياته، قال لي أنا ربنا معايا في كل لحظة في حياتي. الأستاذ محمود سعد كل سنة طيب. أهلا أستاذ أحمد، أهلا بيك وانت طيب. رمضان كريم. السادة المستمعين، يا رب يكون رمضان يعني من أسعد رمضاناتهم يا رب إن شاء الله تعالى. كلمني بقى عن ربنا. لا أصل بقول لحضرتك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم من فكون. العلاقة بالإله سبحانه وتعالى علاقة لا يمكن الواحد يستطيع أنه يوصفها أو يتكلم عنها، لكن أنا كمني من باب الخلق وبجوار الأزهر الحسين، خالي الله يرحمه علمني أن أنا أروح أحضر دروس في الأزهر الشريف، وكنت أحد مريدي مولانا صالح الجعفري، شيخ صالح الجعفري الصوفي الكبير، وكنت بروح أقعد تحت رجله وأسمع الدروس وبتاع. فتعلمت من بدري أن في شيء ما خاص جدا ممكن يخلي حياتك أحلى بكتير قوي. فتبحرت في هذا العالم رغم أن أنا اشتغلت صحفي في الفن وقعدت 30 سنة أكتب في السينما والفن والحاجات دي، لكن ودي حاجات جميلة برضو، لكن العلاقة دي كانت ممتدة في حياتي، علاقة ونس واطمئنان ومحبة. وأنا رأيي أن ما فيش حد بيغضب ربنا. أنت بتعمل حاجة وحشة لنفسك وبتعمل حاجة حلوة لنفسك، هو ربنا مش عايز مننا حاجة، فأنت لا بتسعده ولا بتغضبه، ده مش في إمكانياتنا خالص، إحنا مش موجود. لا مين ده اللي يغضب ربنا؟ مين ده؟ مفيش كلام من ده. إنما إحنا لنفسنا يا بنعمل حاجة كويسة يا بنعمل حاجة وحشة. أنا ليه أخ توفى وهو كان في النادي مع بنته، النادي بتلعب رياضة، هو قاعد كان في النادي وهو عمات يعني، كان ضابط كبير يعني، في ثانية كده في رمضان كنا، وبعدين أمي معرت بعدي حوالي 3 أشهر ونص كده، وبعدين توفت. يعني توفى شقيقك ثم والدتك؟ ما استحملتش هي، قعدت خليت له خلاص، حتى ما نزلتش معانا في الزحلة، ما نزلتش معانا، ما قدرتش. ما قلت لها هتنزلي يا ماما، وقالي قالت لها انا مش نازله، انا هروح له مره واحده، انا هروح له مره واحده، يعني هتروح تدفن جنبه، يعني هتروح تقرفها مره واحده. قلت لها ماشي خلاص. نزلنا فعلا عملنا الدفن والحاجات لوحدي. بعدين هي بعديه بثلاث اشهر ونص حاجه زي كده توفت، ورحنا المدفن، نفس المدفن طبعا. الحقيقه انا ما قدرتش انزل مع احمد اخويا، ما قدرتش، مع ان انا كنت خبير في الحكايه دي، يعني انا اسرع واحد في اي جنازه ينزل التربه ويعمل كل الخدمات المطلوبه، لاني اعرفه من وانا صغير جدا، يعني اعرف انزل التربه واعرف بيفكوا ازاي وبيعملوا ازاي وبينوروا ازاي وكده، فبعرف الحكايه دي، نزلت مع ناس كتير جدا. فلما جيت في احمد اخويا ما قدرتش انزل خالص. فلما جيت في امي نزلت وقفت على السلم كده، على سلم المقبرة، أنزل مش قادر، أنزل مش قادر. وبعدين لما خلاص بقى خلصوا فخلاص هيقفلوا، فما قدرتش. ما قدرتش تدفن أمك؟ لا 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 ما قدرتش. محمد أخويا كان موجود، أخويا كبير كان موجود، وإخلاني وكده يعني، لا بتكلم عليك أنت شخصيا. أنا ما قدرتش أنزل تحت. ففي آخر لحظة
بعد ما خلصتوا طالعين كلهم بقى واحد ورا واحد ورا واحد، فما قدرتش رحت نزل يعني، نزل بقى ودعها بقى خلاص. فلقيت حاجة غريبة جدا، أمي كانت تخينة، وأنا دخلت المسجد اللي قدام بيتنا، مسجد أحمد إبراهيم في شارع الشيخ علي يوسف، وقلت لهم لما توفيت الصبح بقى قلت لهم عايز كفن، كفن كويس، ستات تلبسهم زي ما أنت عايز، كام درج زي ما أنت عايز، 7 9 زي ما أنت عايز. فقلت لهم عايز 9 دراج حلوين وفيهم حرير مسموح للستات بكل حاجة. وبعدين فردتهم قدامي كده، وبعدين شيخ الجامعة كلهم صحابي، أنا بصلي معاهم صحابي جدا. فقلت لهم أنا خايف ده ما يقضيش أمي، يعني الكفن ده ما يقضيش، يعني ما يقفلش عليها كويس، فديني كفن احتياطي، ديني كفن تاني، لو احتاجنا درجة أو اتنين نحطهم كمان نحطهم، ما فيش مانع. انت عارف ان الستات ما لهمش رقم يعني اي حاجه. فالست المغسلاتيه انا ما دخلتش معاها، اختي اللي دخل، راحت حاطه كفنين، فبقت امي ضخمه جدا لدرجه لما حطوها في الخشبه ما اتقفلتش، وهي كانت مفصله الحاف وحطوها في دلبها. قالت ده تحطولي في الخشبه. فلما نزلت التربه انا بقى نزلت بسيط، لقيت منظر عجيب جدا، لقيت امي صغيره قوي كانها طفل محطوط في التربه، كانها طفل. انت فوجئت بالمشهد ده؟ رهيب، مشهد غريب. امي ضخمه والتربه معروفه التربه مساحتها قد ايه، وانا ياما حطيت فيها تربه دي ناس، ياما حطيت فيها ناس يعني قرايبي. استغربت جدا من المنظر، والله ده اللي بقوله حقيقي، فبقيتش مصدق هي دي امي، بقت كده. وطلعت خلاص يعني، الصورة فضلت في ذهني وسكت يمكن أكتر من 6 أشهر مثلا. طبعا لما شفت المنظر ده أنا في نفسي قلت إيه، ده حاجة القبر وسع، القبر وسع، اللي هي رؤول ربنا وسع لهم، وسع مدخله يعني، وسع مدخله دي بنقولها. فارتحت وأنا طالع بقى، أمي إيه تربة، فهي قد كده في التربة، يبقى ده معنى ايه؟ كأن ربنا طمني انها في امان بقى خلاص، ده الدنيا واسعة قوي قوي. انت شفت شفت المشهد بس قلت انا بخرف، انا بهرتل، انا ربنا بيطمني، انا ما اعرفش. بعد 6 أشهر او سنة مع مدة، كنا هنا في البيت ده يعني، محمد اخويا الله يرحمه، كنا بنفطر في رمضان هنا او في يوم بنتغدى ولا حاجة، فمش عارف كان منفعل على حد بتاع ايه، فقال له انت مش عارف تقول ايه، ده انا امي لما نزلت دفنتها كانت عاملة زي علبة الكبريت في التربة. يبقى مش بس انت اللي شفت، كمان هو اللي خد باله. انا لما سمعت الحكايه قلت له محمد، والله وانا بحكي لك اسمي بأشر، قلت له محمد، قال لي ايه؟ قلت له تعالى هنا اقعد، انت شفت ايه؟ قال لي ليه وانا ما انت ما نزلتش؟ قلت له انا نزلت، شفت ايه؟ فقال لي المشهد اللي انا شفته بالظبط. ياه، قال لي لقيتها صغيره كده يا محمود، ما كنتش مصدق. انا قلت انا متبرجل، قلت له نزلت شفت ده. فاعتبرت ان دي رساله من ربنا اطمن، لان امي ابويا سابنا واحنا صغيرين، وكانت بتشتغل الصبح والظهر وبالليل، وربتنا طلعت 2 ضباط كبار، واتجوزت بنت اختي لضابط كبير، وانا ربتني احسن تربيه، وتعبت علينا جدا جدا جدا، لدرجه انها في الاخر خالص كانت ساكنه في شقه 4 أوض وصاله، وانا كنت هتجوز في شقه 2 أوضة وصاله، فقلت لا انا 2 أوضة وصاله على قدي، روح انت في الاربعه، اطلع انت في الدور ده وتاخد انت الاربعه وصاله، مش بيت ملكنا ولا حاجه، احنا متأجرين سكان. بس قالت لي ما تاخدش انت الصغيره واخدها، ففضلت خدت اصغر حاجه في الاخر، لكن لما نزلت التربه بقت اوسع حاجه ليها، يعني بقت اوسع حاجه ليها، وكانه لان انا ما شفتش كده خالص، وكانه عوض. الله اعلم، ما اقدرش يعني، احنا لا نزكي احد على الله، حتى امي يعني، لكن انا شفت ده لحد حكالي. وبعدين بعديها بفترة أخوي أكدها لي بالصدفة، مش أنا قلت له يا محمد أنا شفت كذا، فقال لي وأنا كمان، لا ده كان في حكاية مع حد ماليش دعوة أنا بيها خالص. لما بتناجي ربنا بتقول له يا أستاذ محمود؟ بقول له متأسف، حقك عليا، يا أنا بغلط كتير، وكل بني آدم خطأ، ده كلامك، لكن أمار طبعا كل يوم تقول له أنا آسف يا رب، طبعا ما تحرجنيش، أنا كل خوفي مش النار، خوفي من الإحراج،
ان انا اقف قدامه كده وانت عملت كذا وكذا بموقف بالحرج تحس فينا جدا يعني صغير قوي صغير قوي لانه محدش يدرك ربنا عمل معاه ايه غيري انا ومهما انا قلت الكلام مش هيبقى يعني حقيقي او مش حقيقي مش هيبقى معبر الكلام مش هيبقى معبر عن هذه العلاقة انا كل خوفي الحرج لانه لما بتيجي تبص لتركيبة الانسان بتلاقي ربنا يعني انا دايما اقول لهم كده يا جماعة اقروا في القرآن الكريم بيقول الله ان الله يحب المتقين ماشي ويحب المتطهرين ماشي ويحب التوابين يا سلام التوابين يحبهم مش يعفو عنهم يحبهم تعبير دقيق مش بيعفو عنهم والتوبة مقابلها للمعصية ده بيحبك لما تقول لهم اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله عسى في القرآن الكريم يعني هيحصل يعني اقرار لان عسى ان يعني عسى ربك مقاما محمود فعسى ربهم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه ليه لانه هو الغفور الرحيم فيحب التوبة هو الغفور الرحيم مش بيعفو عنهم بس لانه بيعفو عنهم لا لانه هو الغفور الرحيم انما فمي انهار تنهار انهيار كامل يعني ما قلتش حاجه بالنسبه من الموت والحياه دي حاجه طبيعيه مفهوم مفهوم بس هو في نقطه انت اللي بيموت ما بيبقاش موجود ولا بيبقى موجود انا بالنسبه لي مو موجود موجود موجوده 100% قاعده جوه لما بعمل اي حاجه بسالها ايه يا حاج تقول لي اعمل كذا يا ماما اعمل كذا ما تعملش كذا بتكلمها ازاي هي دلوقتي انت دلوقتي حضرتك شربت تشرب فنجان قهوه هتشربه ايه مظبوط هي امك كانت تشرب القهوه مظبوطه فانا عارف هي كانت بتعمل ايه لان انا عشت معاها ملازم ليها فعارف تحب تاكل ايه وتحب تدي لمين وتاخد لمين وتعمل ايه ولما تاكل حاجه حلوه تعمل فيها ايه عارف كل الحاجات دي تمام فخلاص بسترجع الحاجات دي يعني امي لو موجوده هتعمل ايه هتقول لك اعمل كذا روح اعمل كذا على طول يا انت لا تغيب ابدا لا تغيب لذلك بروحش التربه قليله اول ما اروح هي معاك عايشه معاك موجوده طبعا يعني ازاي امي تغيب ازاي ما اصل اللي علمك ما يغيبش اللي علمك ما يغيبش اللي ما علمكش يغيب يعني انا ابويا ما بيجيش في ذهني غير في الدعاء في كل صلاه ادعيله لكن ما اعرفش حاجه عنه ما علمنيش حاجه بعد كده ذكرها هي امي مجموعه تفاصيل فانا لما اعمل حاجه غلط ابقى زعلان عشان امي هتزعل مني لان انا رايي ان اللي بيموت معلم ما يدعش ما يتنسيش انما اللي بيعيش يعني لنفسه خلاص هو عاش لنفسه ببساطه مع السلامه الاستاذ محمود سعد استاذ احمد رمضان كريم الله أكرم الله كل سنة وانت طيب طيب يا فندم ألف شكر لحضرتك أنا بشكرك للسادة المستمعين